في واقعة قريبة، طلب أمن جدا من حاج قادم إلى صالة الحجاج المرور من خلال البوابة الإلكترونية للكشف عن المعادن أكثر من مرة، إلا أن الجهاز كان في كل مرة يشغل صافرة الإنذار، وعند تفتيشه لم يثبت حمله لأي آلة معدنية. ولدى الكشف على جسمه كانت المفاجأة التي أظهرتها الصور الإشعاعية وجود مقص معدني مستقر داخل التجويف البطني للحاج. ولدى إخباره أبدى استغرابا وذكر أنه خضع لعملية جراحية في موطنه قبل 15 عاما، هذا وقد تم إخبار الحاج بخطورة الوضع من أجل انتزاع المقص بأسرع وقت حتى لا يخلف له أعراضا جانبية.